السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم، وكما وعدتكم اليوم حصة جديدة أو درس جديد حول مجموعة من النصوص والعبارات حول شهر رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة والمغفرة والثواب. Donc la première phrase avec quoi on va commencer. غنقرا لكم الجمله وغتحاولوا تفهموها بناء على المعلومات السابقه اللي عندكم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. Je relis une deuxième fois la phrase et bien sûr, je vais vous donner des explications ou bien des signes pour comprendre. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. Au nom, كتعرفوا le nom هو الاسم. Au nom d'Allah, هذه الجملة كنستعملوها أو هذه العبارة كنستعملوها فين ما كنبغي نبداو شي حاجة. نلبسو، نخرجو من البيت، ندخلو البيت، ضروري تناول الأشياء، الأكل، الشرب. ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah معروفة هي بسم الله الرحمن لو كليمون الرحيم لو ميزيريكورديو. Très bien, on continue. Al-Ibara al-Tania, prière et salut d'Allah sur lui. Donc, kif qult lkom, kanakhdou l'ma'loumat li adna w nhawlou ma amkan nfehmo. Prière, as-salat, salut, as-salam. Ah, d'accord. Hiya ma ma'naha, alayhi s-salatu wa s-salam. Alayhi s-salatu wa s-salam. دونك ملي كنسمعوا حوار او كنسمعوا غير كنسمعوا كلمات محمد رسول الله ضروري كنا خصنا نطقوا عليه الصلاه والسلام. الان نعطيكم واحد النص نقراه لكم وبيان سور غنحاولوا كيف قلت لكم دائما حاولوا ما امكن تفهموا، لان باش نتعلموا خصنا ضروري نديروا واحد انتي تيفور، نديروا واحد المجهود باش نتعلموا نفهموا دون معرفه جميع الكلمات ديال النص. يعني ضروري غيكون عندنا واحد المجموعه من الكلمات كنعرفوهم وبهم غنبنيو المفهوم وغنبنيو الفهم ديالنا. دونك جو فيليغ. دونك كيف كتبان لينا الصوره هنايا كتفكرنا في هلال. نعم. دونك جو فيليغ. Pour savoir quand commence Ramadan, on observe la lune à la fin du mois de Chaban. Quand la lune apparaît et forme un croissant El Hilal, c'est que Ramadan vient de débuter. D'accord. Donc pour savoir quand commence Ramadan, il y a ni mni kanbghiou nعرفو متى imsa ghaybda shahr Ramadan. Qu'est-ce qu'on va faire bien sûr, كيف كنعرفو كاملين? On observe, yani ماذا نفعل? نراقب الجهات المسؤولة كتقوم بمراقبة ماذا? هلال يعني القمر. القمر في هذه الحالة كيبان فقط على شكل هلال. On observe la lune à la fin du mois de Chaban. يعني ملي كيوصل شهر شعبان الى الاخر ديالو ضروري كنراقبوا بيان سور هلال الشهر الموالي اللي هو بيان سور رمضان. Quand la lune apparaît et forme un croissant, c'est que Ramadan vient de débuter. يعني ملي كيظهر لنا القمر على شكل هلال ما كيهضرش ما كيبانش كامل، يعني هذا كيعني بان ان شاء الله شهر رمضان بدا. Débuter, commencer, ça veut dire bada'a. عندهم نفس المعنى. Commence, débuter, c'est la même chose. Très bien. Donc, كيف كتلاحظوا هنايا هضرنا على la lune, croissant, شكل وهاد القضية. نقدروا مثلا كنقريو ولينا نحب وليداتنا يحبوا بيان سور شهر رمضان، ضروري كنقوموا مجموعة من الأنشطة اللي كتحببهم في هاد الشهر. من بين هاد الأنشطة اللي كنقترح عليكم نشوفوا مع وليداتنا مراحل les étapes de la lune. كيفاش كيبدا القمر كيفاش كينتهي وانا كاين واحد الدوره شهريا كيدوز منها القمر. Le mois de Ramadan est aussi une occasion, فرصه. شهر رمضان هو ايضا فرصه باش كنلاحظوا pour observer les différentes étapes de la lune. يعني كنبقاو دائما نراقبوا السماء ملي كينتص ملي كيوصل شهر رمضان الى المنتصف كنشوفوا كيفاش داير القمر ملي كيقرب بسريع عاوتاني كنشوفوا كيفاش. دونك هاد المراحل
مزيان نتعلموها ونعلموها لوليداتنا. دونك هذا هذه بلوتو سو سون لي زيتاب دو لا لون، كيفاش كتبدا لا لون والدوره اللي كدير. نعطيو هاد لي زيكسبرسيون سواء فرونسي سواء ان عربي، بيسكو حنا دابا حنا كنطرقوا الفرنسي غنعطيوهم اون فرونسي. دونك نوفيل لون، بروميير كرواسون، كار بروميير كار، لون جيبوز كرواسونت، بلين لون. دونك لا بلين لون هي بدر، ملي كيولي القمر على شكل بدر يعني كيكون منور كله. دونك ملي كينور كله عاوتاني كنبدا ديك المرحله ديال دونك اون لون جوبوز ديكرواسونت. دونك العكس ديال لا لون جوبوز كرواسونت هي ا بوبري نفس الشكل غير هو معكوس. ديرنيي كار ديرنيي كرواسون، ممتاز. دونك هادو مراحل كيف قلت لكم ديال لا لون. نوت ميم، رمضان اي لو 9ييم موا دو لاني ايجيريان. ما تقولوش هي، قولوش الهجري. الهاء هذا حرف عربي في الفرنسيه لا ينطق، اش لا تنطق. ما رمضان اي لو 9ييم موا دو لاني ايجيريان، سا سينيفي كوا؟ ان رمضان هو تاسع شهر من التقويم الهجري. ممتاز، هذه فرصة باش كنشوفوا مع وليداتنا لاني ايجيريان. ايل سو كومبوز ايل اوسي دو 12 موا، كيف كنعرفوه مؤغم، اون دي با محرم، مؤغم، صفاغ، غبي الاول، غبي الثاني، جومادا الاولى، جومادا تانيا، رجب، شابان، رمضان، شوال، دو الكيدا، دو الايجا. d'accord. c'est bien de faire apprendre ça à nos enfants parce que nos enfants d'habitude ils apprennent bien les 12 mois durant leurs premières années de scolarité. وكيطرقوا ايضا هاد التعريف ديال السنه الهجريه. مزيان حنا مع في الدار نخدموا مع وليداتنا هذه المعلومات. On continue toujours par un petit texte encore. Le jeûne de mois sacré fait partie des cinq piliers de l'islam. Si vous avez déjà vu la vidéo précédente sur le vidéo sabr, vous allez voir le mot pilier. D'accord ? Donc, on va dire que je vais vous expliquer. Et puis, le mot jeûne, déjà, je vais vous expliquer. D'accord ? Pendant ce mois-ci, nous faisons des prières la nuit que l'on appelle Tarawih. Tarawih, on n'est pas Tarawih. Tarawih en français, d'accord. Tarawih, bien sûr, en arabe. Le jeûne de mois sacré, ça veut dire Siyam Tchahr Muqaddas. Hua, min al-arkan, arkan l'islam al-khams. D'accord. Khilala hada tchahr, kansallew bil-lil salat at-tarawih. Le jeûne du mois sacré fait partie des cinq piliers de l'islam. Pendant ce mois-ci, nous faisons des prières la nuit que l'on appelle Tarawih. Le mois de Ramadan est le troisième pilier de l'islam. Donc, tout à l'heure, je vous l'ai dit, il fait partie. Yani, huwa rukn al-arkan al-islam. Hna haddedna al-martaba dialo. Martaba dialo, al-martaba al-thalitha. Le mois de Ramadan est le troisième pilier de l'islam. Chaque musulman, dès l'âge de la puberté, est obligé de faire le jeûne. Donc, huwa bi'anna ala kull muslim ki yousal sin at-taklif. يعني لا بوبرتي ان البلوغ، لا بوبرتي هي اللي كتعني البلوغ، يعني كيقول لي ملزم تكون مفروض عليه انه يقوم بالصيام. كور نوت ميم، لي مسلمون ادولت فام ايام. دونك المسلمون البالغين بيان سور، نساء ورجال على حد سواء. جون دو لوب جوسكو كريبسكول. داكور، ردوا معنا البال هنا. المسلمين قلنا البالغين نساء ورجال يقومون بالصيام، يصومون من الفجر الى الغروب. لوب تعني فجر، الفجر
يعني شروق الشمس، هذيك الفترة كريبوسكول هو الغروب. داكوغ، دونك جو كخوا اكتفي بهذا القدر، وان شاء الله غندير لكم فيديو.